انت فين يا ست انت؟ سعاد؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ ده انا هفضحك هنا قدام صحابك الحلوين دول. اوعي تكوني فاكره ان انا مش واخده بالي من كل تخطيطك من الاول، اللي انت بتعمليه انت وابنك. ايه يا ست؟ شفتي وعبتي؟ قلعتي مرة على الحياه خلاص؟ انا فاهماك كويس وفاهمه تخطيطك، انت بتعملي ايه انت وابنك؟ مسربه ابنك على الراجل، عمال يبيع ويشتري فينا، ايش شبكه وايش فلوس وايش مشاريع. لا ياما، ما غلط علي بابا عمال يتعبوا في حجركم؟ لا يا حبيبتي، ده حقي وحق عيالي واللي يقرب منه قسما عظما اكله بسناني. خلاص لو ما خرجتيش دلوقتي هطلب لك الامن يجي يرميكي بقى. امن ايه يا مان؟ امن ايه يا حبيبتي؟ قاعده في العزبه بتاعت بابا. بقولك ايه، انا عايزاكي تفهمي حاجه كويس قوي. اذا كنت بتفكري انك تسربي الواد عشان يجي يقعد في شقتي عشان يحللك الجو مع عريس الغفله تبقى هبله، واذا بتفكري انك ممكن تنحرري قلب الراجل عشان يحنلك ويرجعك تبقى عبيطه، اوعي تفكري ان انا ممكن اسمح لك تقربي من جوزي. قسما عظما اكلك بسناني انت وابنك وفوقك وجوزي كمان. يلا يا ست بره بره. اقعدي يا وليه انت في المكتب بتاعك ده، انتوا عصابه ولا ايه؟ لا لا بره. انا خارجه بمزاجي بس والله العظيم لو ما سمعتيش الكلام لموتك. شوف ركز على سنك. اللي اختشوا ماتوا صحيح، هي اللي بتقول عليكي خطفت رجاله، امال اللي عملته زمان ده اسمه ايه؟ ست بجحه صحيح. واي بجاحه؟ دي مش كده وبس، دي بتقولي انت مسربه ابنك قال ايه عشان يجي يعيش مع ابوه. الحق على ادى فرصه لفتحي انه يتدخل في حياتك، وبقيت هي كمان تتدخل وتحلل وتقل ادبها كمان. بعدين يا نجوى احنا قلنا ايه؟ اولا واخيرا وليد معذور في اي تصرف يعمله. امه تدعي عليه لكن احنا مش هنقول امين. وليد هو اللي ادى فرصه لابوه انه يضرب امه بيها. فتحي اصلا مش فارق معاه، وتلاقيه قال له تعالى عيش معايا بس عشان يحرق دم الغلبانه دي، ومراته الدهله مش فاهمه اي حاجه. انا مش قادره اتصور ان انا اشقى واتعب في ابني وهو ما ربهوش اصلا، وفي الاخر ابني يروح يعيش معايا. نهدى بس كده يا امال ونعقل الموضوع. في الاول وفي الاخر ده بيت ابوه، يعني لو فتحي مات الصبح وليد ليه في البيت ده اكتر من مرات ابوه ليها. عندك انت بقى الوضع غير. قوليلي مين فيهم هيبقى راجل البيت؟ مين فيهم هيبقى راجلك؟ واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.